تم التصويت على قرار افتتاح مركز لشؤون المفقودين والمفقودات. هذا المركز هو ارتباط بالمركز العالمي، سيقوم بدور كبير جدا على مستوى محافظة نينوى لبحث شؤون المفقودين في المحافظة. كما هو معلوم، مجلس محافظة نينوى استكمل الواجبات الثلاثة للمفقودين لدى تنظيم داعش الإجرامي، وأرسلنا هذه القوائم إلى بغداد، وهم الآن في طور البحث والتقصي عن مصير المعتقلين المجيدين في السجون في بغداد. أيضا من ضمن المفقودين هم مفقودين سجن الرزاز، سيطرة الرزازة عفوا، اللي تم أيضا إرسال ملفهم إلى بغداد من أجل متابعة ومعرفة مصيرهم. أعتقد اليوم هذا القرار هو قرار مهم جدا، سيكون دور للمنظمات الدولية بمساعدة ومساندة الحكومة المحلية في البحث عن مصير المعتقلين. تم مناقشة بعض الأمور التي تخص عمل المولدات في محافظة نينوى، حيث لاحظنا خلال مناقشة هناك عدة أمور شائكة في لجنة المولدات في محافظة نينوى، منها تجهيز مادة الغاز وعدد ساعات التشغيل، وكذلك هناك بعض المولدات لم يتم تجهيزهم بمادة زيت الغاز لأنه هناك قيود مسجلة باسم ناس، وهؤلاء الأشخاص تبين بأنهم هناك انتمائهم، معلومات انتمائهم إلى التنظيمات الإرهابية داعش. فتم تقديم اقتراح من رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى لإجراء بعض التعديلات في قانون عمل لجنة المولدات في محافظة نينوى. فهذه القانون إن شاء الله تم مناقشتها ولم يتم التصويت عليه، تم تأجيلها إلى الجلسة المقبلة لإصدار قانون جديد لعمل المولدات. وهذه التعديلات إن شاء الله يكون من صالح المواطن، لرفع من كاهل المواطن في تجهيز طاقة الكهربائية للمواطنين. تمت مناقشة موضوع السياحة والاستثمار وإمكانية إحالة المشاريع السياحية إلى دائرة استثمار نينوى من أجل الرقي والنهوض بقطاع الاستثمار، وإمكانية فتح مرافق سياحية استثمارية في محافظة نينوى كالفنادق والمولات والمناطق السياحية ومناطق الترفيه، والإسراع بعملية إعادة إعمار وإزدهار محافظة نينوى. وتم إرجاء هذا الموضوع إلى اللجنة المختصة من أجل عقد اجتماعات وتباحث معمق مع الدوائر المعنية، دائرة أو مديرية سياحة نينوى بالإضافة إلى دائرة استثمار نينوى، وعقد اجتماع لهذا الموضوع والخروج بخلاصة تجعل محافظة نينوى جاذبة للاستثمار وليس طاردة كما هي الحال، حيث أن قوانين الاستثمار الآن تحبط محافظة نينوى بالإضافة إلى عدم وجود خارطة استثمارية واضحة من أجل الانطلاق بهذا الموضوع الحيوي المهم. تم التصويت بقرار إنشاء مكتب لشؤون المفقودين والمفقودات بالتنسيق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين. وأيضا فقرة أخرى تم مناقشتها هو قانون أو تشريع محلي أو نظام ينظم عمل المولدات الأهلية في محافظة نينوى، فكان هناك مناقشة، وإن شاء الله في الجلسة القادمة سيتم التصويت على هذا التشريع أو النظام الذي ينظم عمل المولدات الأهلية في عموم محافظة نينوى وكذلك الأقضية والنواحي، ومن أجل عدم استغلال أصحاب المولدات للمواطنين، حيث يحدد السعر وكذلك كل الأمور التي تتعلق بنظام عمل المولدات. أيضا تم مناقشة مشروع إحالة مشاريع السياحية إلى مشاريع استثمار، كون محافظة نينوى بحاجة إلى عمل استثمار لتوفير فرص، وخاصة نحن نعاني من أزمة البطالة، لتوفير فرص عمل لكافة العاطلين عنها.